طيب دلوقتي كنت عايز أتكلم عن المعارضة في جبهة الدكتور في جبهة الإنقاذ، وما بيقولوا إن في حوالي 60% ما شاركوش في الاستفتاء وهم ما بيعترفوش بالاستفتاء ده، حضرتك ترد عليهم تقول إيه؟ أرد ده إفلاس سياسي. هي القوة السياسية لما المفلسة لما بتلاقي ما عندهاش حجج ولا أدلة قوية، بعد رأي رجل الشارع صاحب المصلحة هيقولوا إيه كده؟ مالهمش حجة. قالوا نحتكم للصندوق، ولما احتكموا للصندوق ولرجل صاحب الحقل والشعب قالوا إيه؟ لك لا، الشعب غير مثقف والشعب غير واعي واتهموا الشعب، مع ان الشعب المصري ده يمتلك ذكاء فطري رباني بحكم الطبيعه اللي ربنا اوجده فيها، يمتلك ذكاء فطري حتى من ايام قدماء المصريين ذكاءهم فطري. النهارده العالم كله يتحدث عن ذكاء المصريين ومخلين علم اسمه علم المصريات، ما فيش علم في العالم اسمه علم المصريات ولا علم السوريات ولا علم يعني منسوب الى جنس شعب الا المصريين. ليه؟ لان امتازوا بحضاره طبيعيه ناتجه من تراب هذا الشعب. يقول لك قال ايه؟ 60% ما شاركوش. 60% ايه؟ قلت الولايات المتحده الامريكيه كم في المئه؟ اكثر من 50% ما شاركش في الانتخابات بتاعت الرئاسه وانتخابات الحزب، كل الانتخابات اللي بتحصل في 50% ما بيشاركش فيها، فيها وفي 30% وفي يعني بتختلف من قوه الى قوه. ما بيروحوش للصندوق اصلا. يعني انتخابات الرئاسه الامريكيه الاخيره ولا قبل الاخيره من الايام اللي قبلها حتى ايام بوش دبليو بوش وايام بوش الاب، نسبه المشاركين في الانتخابات الامريكيه مره 30% ومره 15%. القانون بيحتكم الى نسبه المصوتين على الصندوق. الناس اللي ادت وصاحبه القرار، الناس اللي بتاخد قرار. بعدين هل النهارده كل واحد بقى من التيارات كل الكتل السياسيه دي خلي بالك لا تسعى الا هذه النخب اللي بيسموا نفسهم النخب، حتى من ايام الملكيه من عهد الخديوي اسماعيل لما عملوا اول برلمان ولما عملوا بقى انتخابات كل القوى السياسيه تتناحر وكانت، بس دول كانوا من فوق ومن جيوبهم ومن التكايه بتاعتهم، انما النهارده القوى السياسيه بتاعتنا من فوق ومن اموال الشعب اللي نهبوها زورا وبهتانا. الاموال اللي نهبوها دي بقى بالتخصيص وبالمنح وبالانتماءات السياسيه للنظام السابق عملوا النهارده طبعا هيتحاسبوا، فهم عايزين يعطلوا اي مسيره ان الشعب هيفوت فيها نفسه بنفسه. مره يقول لك التيار المدني، التيار الاسلامي، الاسلام السياسي، مره يقول لك المسيحيين يخلصوا من نغمه الطائفيه، الجا لك الى نغمه ايه؟ القوى السياسيه الليبراليه العلمانيه الدينيه. تفتيت افكار شعب وجهد مبعثر لا قائل منه الا ايه؟ تمزيق هذا الشعب. لما قالوا لهم بقى هنطالب الشباب براي الشعب وحكم الشعب واللي هيقوله الشعب في الاستفتاء، وطلعت النتيجه دلوقتي اكثر من 63 ولا 64%، لما تطلع بقى النتيجه النهائيه ممكن توصل لاكثر، بدأوا يحتالوا ويقول لك ايه الطعون في ده. حتى لو اللجنه العليا للانتخابات دي لو شالت الطعون دي كلها، الصناديق اللي طعن فيها ال 400 شكوى دول مش هتأثر على النتيجه ولا تؤثر على نتيجه سير الانتخابات، مش هيطلع نص مليون صوت، برضه النتيجه هتطلع اكثر من 60%. يعني كده لن نعترف بهذا، لن يمر هذا الدستور. يعني لن يمر، يعني انتوا اوصياء على الشعب عايزين ايه؟ الشعب بكره في برلمان هيطلع، البرلمان ده مين هينتخبه؟ شيء القوى اللي من هي القوى الشعبيه؟ وهل تعتقد ان الدستور بيخدم مصالح الشعب المصري كلها؟ يعني مثلا في طوائف مش راضيه عن الدستور دوت، ما فيش دستور زي العالم بيبقى كامل ولا بيعبر عن مصالح كل قوى الشعب. لابد ان كل يعني كل دوله ليها نظامها وليها اسس. الاطر الاساسيه في اي دستور في العالم ثلاث اطر: حقوق وواجبات، حقوق والحقوق والحريات، الحقوق والحريات وهوية الدولة، نظام الحكم في الدولة إيه؟ هما دي الثلاث أمور اللي بتحكم أي دستور في العالم. نظام الحكم إيه؟
في مؤسسات هتحكم ولا في دكتاتور ولا في حكم عسكر؟ يا اما دكتاتور زي النظام الملكي، ها، يا اما حكم عسكر، يا اما ايه؟ الشعب يحكم نفسه بنفسه عبر مؤسسات سياسيه او مؤسسات دستوريه زي ما بتقول دول العالم. نظم الحكم خلاص بتحدد بعد كده الحريات والحقوق. اذا كان في حريات يبقى في حقوق، في حقوق في حريات يبقى على الفرد بقى في واجبات وحقوق كل واحد حق. اذا كان هم المعارضين دول اللي النهارده بقى بيسموهم جبهه الانقاذ، انا بسميها جبهه التدمير، ماضين وموثقين في خلال الست اشهر اللي بيقولوا عليها بست ساعات، الدستور طلع في ست ساعات، كانوا في خلال الست اشهر لغايه ما وصلوا الى وضع الصياغه القانونيه لكل ماده، لكل ماده صاغوها امم وقع اكثر من 220 ماده من 236، اختلفوا في 8 وفي 7 مواد او 8 مواد اللي هي ايه؟ المواد المكمله للاحكام الانتقاليه. وهي كل الدهاء بتاعهم واللعبه السياسيه ان انتخابات رئيس الجمهوريه، هل هيبدا استفتاء على انتخاب رئيس الجمهوريه ولا مش هيبدا بعد الدستور الجديد؟ لما فوجئوا انه في الاحكام الانتقاليه الرئيس المنتخب يتم يستكمل مدته كامله، فيخشى ان الراجل ده بقى ينجح في الاربع سنين بتاعته، هيبقى ياخد اربع سنين تاني، يبقى هم هيبقى وراهم ايه؟ الكشف. ما حسينش بالمواطن المصري ده، كل واحد فيهم من القوى السياسيه اللي بتتكلم دي يوم يحصل اي حاجه للبلد دي هيعمل ايه؟ يطلع يهرب على بره، اللي ليه فيلا في اسبانيا واللي ليه فيلا في سويسرا واللي ليه، كل القوى السياسيه دي ليها بره ارصده وليها ليه؟ عشان عارفين ان في اي وقت نظام يسقط يهربوا زي اللي هربوا قبليهم وقبليهم وقبليهم. النهارده المواطن المصري يهمه حاجتين اثنين، قضيه الامن وقضيه اكل العيش. الناس القوى السياسيه اللي بتفكر في مصلحه الشعب وتنازل عن افكارها وعن مبادئها وعن ليبرالياتها وعن ايديولوجياتها السياسيه ايا كان، سواء تيار اسلام سياسي او تيار ليبرالي او علماني، من اجل انقاذ وطن بيغلق. النهارده في خلال السنتين دول النهارده خسائر مصر 400 مليار ايرادات، بيبقى في فرق بين الايرادات والمصروفات اكثر من 400 مليار، يعني مصر بتخسر سنويا اكثر من 200 مليار فرق بين الايرادات والمصروفات. طيب 400 مليار اللي خسرته مصر دي كان عندي كم مصنع؟ كان شغال كم واحد؟ كان حفظت حتى على الاقل ماء الوجه للحكومة بتاعتك النهارده، ما تلقاش تدور على قروض وأعلان، لكن هم يأبوا أن لا يكون هناك استقرار. طيب بعد القوى الليبرالية ترى أن المواد الخاصة بالشريعة الإسلامية بعض الفئات الأخرى ستتأذى منها؟ أي إنسان غير سوي يتأذى من حكم الشريعة الإسلامية، أي إنسان غير سوي أو من حكم الشريعة، أي كان الشريعة الإسلامية أو مسيحية أو يهودية، الشرائع السماوية اللي ربنا نزلها كلها تهدف إلى مصلحة البشر سواء في العبادات أو في المعاملات. شوف إزاي؟ ولذلك في كل الأيام اللي فاتت دي كل علماء مصر اللي كانوا يتكلموا على أن تطبيق الشريعة ده أمر هيرفع من شأن اقتصاد مصر. وفي كتب الكتاب قبل كده، الشيخ أبو زهرة كان كاتب في السنة الثمانينات، الشيخ محمود شلتون كاتب في الخمسينات، الاحتكاك إلى أمر الله، يعني هي اللي بتأمن الفرد في حدود وفي وبتضمن وبتكفل للإنسان حياة كريمة. يعني أنا كان عجبني حتة وقعت في إيدي كده للدكتور اسمه ناصر الدين واصل، شو بيقول فيها إيه؟ إن الشريعة يعني الحكم بالشريعة، ناصر الدين واصل ده محدش يختلف عليه إنه راجل معتدل وراجل وسطي وما هوش يعني إيه متعصب. بيقول بقى ناصر الدين فريد واصل في سؤال قال فضائيته حفظه الله عن الشريعة الإسلامية، لو تم تطبيقها لما وجد جائع ولا عاطل ولا لص ولا أنصف الناس فيما بينهم ولا ساد ميزان العدل والإنصاف، لأن شريعة السماء لا تحابي ولا تميز طبقة عن طبقة ولا بتدي حصانة لفرد أو لجهة، شريعة السماء تطبق على الناس سواسية من السلطان حتى الخادم، فهم بيهاجموا الشريعة. وتيجي تسألك لا احنا مسلمين بالفطرة احنا ما نهاجمش الشريعة، اتكلموا عن حقوق المرأة، لا يوجد دين في الدنيا من الأديان السماوية السابقة
ولا الجيل الخادم ولا الدساتير العالم الموجودة النهاردة، يعني الأديان السامية ولا دساتير العالم الموجودة أعطى الحقوق زي ما الإسلام أعطى للمرأة حقوق ثانية، وبيلعبوا بنغمة حقوق المرأة، بيلعبوا مرة بنغمة الفرجات، ولكن هم يريدوا أن يعيشوا في الأرض الفساد. ولكن هناك بعض القوى الليبرالية ترى أن الشريعة الإسلامية في بعض أحكامها وحدودها قوة وشدة وأمور بتتعارض مع حقوق الإنسان، يعني زي مثلا رجم الزاني. رجم الزاني حضرتك ترد تقول على الكلام ده إيه؟ ده حق أريد به باطل. من ساعة ما نزل الإسلام في 400 سنة الأولى كانت بتطبق أحكام الشريعة، لم يطبق هذا الحد إلا على 16 حالة، 16 حالة، ده الباحثين اللي قالوا كده مش أنا اللي بقول. قالوا من ساعة ما نزل الإسلام لغاية 400 سنة الأولى اللي كان في عز نهضته ها وبتقام الحدود، قال يعني ما كانش بتحصل دي، يعني ولكن الحكم دوت بيتعارض مع القول. ربنا سبحانه وتعالى ادى امانات عشان يدرى الحد بشبهه. لهذا دلوقتي انا عايز اقول لحضرتك على حاجه. بعض ال في ايات في القران الكريم يروا انها بتتعارض مع هذا الحد، حد الرجم. يعني ربنا سبحانه وتعالى قال للرسول صلى الله عليه وسلم وما ارسلناك الا رحمه للعالمين، وفي احاديث وردت على مثلا على الذبائح مثلا، يعني لو جه مثلا واحد يريد انه يطعم اولاده او يطعم نفسه وحب مثلا انه يذبح بقره، قال احسنوا الذبحه. فانا ازاي يجي مثلا في الدين الاسلامي نحكم على حد بالرجم بالطوب، ان هو يموت بحد الرجم بالطوب، مع ان هذا الحديث بيتعارض مع الايات القرانيه اللي فيها والزاني والزانيه فاجلدوا كلا منهما. الزاني ده لما بيرتكب هذه الجريمه بيدمر امه، بيدمر عائله بحاله، مش بيدمر بس نفسيه الاسره او الشخص اللي تم فيها الجريمه، بيدمر عائله باكملها. فلما تبقى عائله بتظهر فيها واحده تم فيها الجريمة دي، وهذا السائل ده اللي بيتكلم عن هذا الكلام، قل له أطرد هذه الجريمة أن تقع لأمك أو لأختك أو لابنتك، ماذا شعوره حيث؟ فربنا يقول ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله، ليه؟ حسب لعدم وقوع الجريمة. طب ما هناك عقوبة الجلد، الغلظة في جريمة أصلا بتدمر فيها عائلة، يعني أنت الزنا دي لما بتحل بعائلة بتدمر العائلة على مستوى البلد أو القرية أو البلد. في اكبر من دي جريمه؟ فلما ربنا بيحط هنا العقوبه، لما يجي يفكر اللي هيرتكب هذه الجريمه هيكون عنده صمام التردد. دي حاجه. الحاجه الثانيه لما تثبت هذه الجريمه بيطبقها، واستحاله يعني طب يعني استيفاء الشروط متكامل الا نادرا ما تحدث. مش كل المجتمع اللي باذن الله بيقعد يرجم، لا، ربنا يعني بيطبق دي بيشترطها باربع شهادات، بيشترطها واشترطها. ولذلك حديث بالإضراء والحدودة بالشبهات، يعني الشريعة بتدور على مدخل لضرء الحد مش لإقامة الحد، رحمة منا. ربما الزاني يرجع أو يتوب، ربما الزانية ترجع أو تتوب، لكن إذا تمت الجريمة فدي بتدمر المجتمع، لما دمر أسرة بعد الأسرة بتدمر مجتمع. فهنا حكم العقل ده وهوى النفس ده صفصطة وجدل صفصائي. طيب هناك بعض في مقال هنا للشيخ أبو زهر بيقول إيه بقى؟ أفحكم الجاهلية يهود؟ فسر بإيه؟ قال لك إن من يتبنى حكم العقل والقسطاس لا يمكن أن يتولى عن حكم القرآن. ليه؟ من يريد حكم الهوى والشهوة وحكم العقل وحكم الشهوة نقيضان، لا يمكن يتلائم حكم العقل مع حكم الشهوة. فده حكمهم حكم شهوة وحكم هوى، لكن لما يحتكم إلى العقل هو الإنسان لما بيجي له مرض خبيث في جسمه، وما أخبث هذا المرض في المجتمع اللي هو جريمة الزنا، بيعمل إيه بني آدم؟ مش بيكتسب جزء منه؟ ما بيقولوش ليه بقى إنه ده بقى حتة عزيزة من جسمه يسيبوه عشان يفتك بيه المرض ده؟ فأول ربنا خلق البشر هو أدوى بإيه؟ أدرى بإيه؟ بما يفطنه. طيب هناك بعض القوى السياسية بترى مصالح من أجل الوصول للسلطة، من ضمنها تسييس الدين. يعني مثلا في بعض البلاد العربية بتقوم على تسييس الدين،
زي دول في الخليج يقوموا بتطبيق الشريعة ويقوموا باستغلال السلطات من أجل مصالح شخصية. فهل تعتقد أن ممكن النظام في مصر ما يتمثلش بمثل الأنظمة الأخرى زي دول الخليج، بعض دول الخليج؟ الدول دي فيها نظام الحكم ايه؟ نظام ملكي، ما فيش ديمقراطية شعوب ولا في حكم زي ما ربنا قال. ألا ترى ان هذه تعد من الديكتاتورية وتعد من الاستخدام الدين؟ أيوة. بأن هذا ديكتاتورية، حكم ديكتاتوري وحكم فرد بيلتجئ او بيكسوه بثوب الشريعة عشان يحمي كيانه، وهو ابعد عن الشريعة، وهو يعني وما هو عن الشريعة بقريب، يعني بعيد عن الشريعة، بيدعي انه بيحكم بشريعة الله وهو ابعد عن شريعة الله. والدليل على ذلك انه ما بيطبقش هذا المنهج والاحكام دي عند لا عندهم العدل. اذا سرق فيهم الضعيف تركوه، اذا سرق فيهم الشريف تركوه، واذا سرق فيهم الضعيف اقاموا عليه. عمر الدول دي ما بيقام فيها حدود على الحاكم او على الامراء او على الحاشية الامراء. وبالتالي يا اخي شوف الرسول لما كان يحب أسامة بن زيد، لما قالوا يشفع في مخزومية، قال له إيه؟ ما أظنك يا أسامة أن تشفع في حد من حدوك، والله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يده. فهذه الدول تدعي حكم الشريعة وتكسو نفسها بسياب السلطان وهي أبعد من الشريعة بكثير. لكن هنا احنا بنتكلم على الشعب المصري أو الشعب، احنا بنتكلم على علينا لما بنحتاج إلى شريعة، ما بنحتاجش عن هوى نفس، ولكن نحتاج أن المجتمع المصري بطبيعته فطري. ولكن هناك بعض القوى السياسية تعتمد على الشريعة في هوى النفس، فمثلا عندما قاموا باعتراض القرض الدولي قالوا لأن هذا ربا، وبعد ثم جاءوا بعد أن التزموا بالحكم في مصر قاموا بالقرض الدولي وقالوا بأن النسبة التي فيه ليست من الربا ولكنها رسوم إدارية وكلام من هذا القبيل. طيب عندما نرى في مثل هذا الكلام، طب ما هناك تيار تعد السياسي أول ما بدأ يمارس حياته السياسية حديث خبرة باستثناء طبعا جماعة الإخوان لأن هم لهم ماضي سياسي، فقالوا بقى القرض بتاع البنك الدولي ده ايه؟ في فوائد وفي ربا، وقال لك 1% زي 2% زي 10%. ولكن هم لما تمرسوا السياسه بيوازنوا بين حاجه اسمها درء المصالح، درء المفاسد، درء المصالح مقدم على ايه؟ واين ستكون المصلحه في ذلك للشعب المصري؟ درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. لما يعني كل ما يعني بيتمرسوا العمل السياسي ويتمكنوا بيفهموا ويستوعبوا اكتر. لكن في قاعدة دينية بتقول ارتكاب أخف الضررين. ألا ترى أن هذا القرض لن يحدث عملية زيادة في التضخم وسيتآذى بعض فئات من الشعب المصري التي تمثل أغلبية أكثر من 50% أو 60% من الشعب المصري؟ ألا ترى أن هذه الفئة ستتآذى من مثل هذا القرض؟ أولا لما هيطبق القرض او هياخد القرض ده ايه هي شروط القرض؟ ولما يحب يعمل بقى زياده لبعض الاسعار او بعض السلع او على فئات معينه منهم، لما هيجي يفرض على الشعب عامه الاعباء اللي هيتحملها القرض دي، هيفرض على الشعب، هيدور على موارد تانية، مش هيفرض على الشعب الكذا. لو حب هيحط زياده في ارتفاع الضرائب، هيحط ارتفاع ضريبه على مين؟ على شرائح معينه من الدخل، على سلع راس ماليه في العربيات، في اعداد المصانع، في المعدات. هتكون الشريحة يعني الطبقة الكافحة بعيدة من أعباء أي أعباء جديدة. وبعدين دي بقى إدارة الدولة، مادام هو جاب قرض لازم يدور على موارد القرض الحسابية، مش يحب يعني دي بترتجع لسياسة الحكومة بقى وضعف الحكومة وقوة الحكومة، إنما ملهاش علاقة بحتة تيار ديني وتيار سياسي وتيار مش عارف كلام يعني غير منطقي. هم بقى لسه كانوا حديث عهد بالسياسه بقى السلفيين او التيار السياسي الاسلامي. تمام، شكرا.